اللي عادي هو كده كده الحكم هيتاكل، ما انت عارف ياما الحكم هيتاكل لعينها محاكمه المحامين هتحضر المره الجايه. المحامين اللي ما حضرتش عشان احنا قطرنا طبعا ان الدعم المدني صح ولا لا؟ صح. هتتاكل بس لسه بقى ما نشوف التاكيل بتاعها ماشي. ويكمل بقيه ايه المحاكمه بتاعتهم وبقيه الناس اللي هم موجودين ومسالين طبعا بقيه الحكم بتاعهم هنشوف. بس انا اول واحده متوقعه لهم بركه ياخد حكم اكيد. انت تتوقعي تتاجل لامتى؟ والله دي لسه هي هتبقى بكتيرها قوي، هتتاجل شهر. شهر مش شهر كتير ممكن يستثير الناس؟ لا 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 هي تتاجل اقل حاجه، ما انت عارف الفتره اللي احنا فيها. يعني هي كويس قوي فترتها تتاجل شهر. ماشي شكرا. بس على حساب اللي هيتحاكم في الاول اللي هياخد حكم حبيب العدل. تمام. كان الحكم بتاعه هيظهر النهارده. كل سنه طيب. وانت طيب. اسمك ايه؟ سيده. جاي مع بابا النهارده؟ حضرت الجلسه مع بابا جوه ولا لا؟ اسم حضرتك عرف نفسك معلش. ناصر محمد عبد العال. عايزك ايه؟ الله يبارك. انتوا دخلتوا ولا منعتوا من الدخول؟ هو منعنا انا وزملاء كتير من المحامين منهم الاستاذ جمال تاج الدين ومنهم الاستاذ محمد الدماطي. والناس دول كانوا موكلين عن اسر الشهداء لكن فوجئوا بمنعهم من دخول الجلسات. فطبعا احنا عشان مطالب الثوره بنتمنى بان تبقى الشفافيه احسن من كده بكتير، لان اسر الشهداء ودم الشهداء دي في رقبتنا كلنا كمواطنين وكمحامين. هو تم التاجيل النهارده ولا لسه؟ ولا دي في دلوقتي استراحه وقصير ثم تعود الجلسه من جديد تاني. شكرا يا سيدي. الله يخليك. شكرا جزيلا.